من أجل استيعاب وتقليل الزخم المروري في شوارع العاصمة وشوارع الخارجية المؤدية إلى المحافظات الشمالية والجنوبية، افتتحت وزارة النقل مرآب النهضة الجديد ليقدم الدعم للمرآب القديم ويستوعب عددا أكبر من العجلات المختصة بنقل المسافرين، سواء أكانت كبيرة الحجم أو الصغيرة منها. كلما توفر خدمات أكبر كلما تكون هناك رغبة للعمل داخل هذه المنشآت أكثر. طبعا بالتأكيد كان السائق فيما مضى لانعدام الخدمات أو لبساطتها أو لافتقار جزء كبير منها أو مساحات غير كافية يلتجئ إلى هذا الأسلوب، لكن اليوم بعد توفير هذه الخدمات الكبيرة له وللمسافرين بالتأكيد ستكون عامل جذب وعامل زيادة لاستخدام هذه المنشآت، بما يؤمن عملية عدم وجود زحام مروري وكذلك من الناحية الأمنية ومن الناحية التنظيمية. طاقة استيعابية تقدر ب 600 عجلة بخطوط نقل شمالية وجنوبية كفيلة لتنشيط خطوط النقل الجماعي، والتي بتوفيرها سيقل الزخم المروري في شوارع العاصمة، حيث أكدت إدارة النقل الخاص أن هنالك تنسيق مشترك مع المرور العام لردع المتجاوزين من أصحاب المركبات الذين لا يلتزمون بضوابط النقل البري، المتعمدين منهم الوقوف في الشوارع العامة لاستحصال المسافرين بدلا من الوقوف في الجراجات المخصصة. خطوط احنا عندنا خطوط الشمالية أربيل وسليمانية وكركوك وقسم من ديالة، أما خطوط الجنوبية فهي البصرة والعمارة. أما القطة الطاقة الاستيعابية هذا المرآب اللي خلفك هو يستوعب 600 مركبة، واللي خلفي هو يستوعب 150، يعني متحركة ومنظمة بشكل صحيح. مرآب النهضة الجديد بتصميم عصري مستوحى من عبق التاريخ البغدادي، إن استغل بصورة صحيحة من قبل المواطنين سينتج عن ذلك خدمات ترتقي بالواقع الخدمي المتخصص بالنقل في بغداد. من بغداد، محمد فراس، قناة تغيير.